قصص يا لها من مصيبة ألحت على الأحشاء بالزفرات إلى الحشر حتى يبعث الله قائما يفرج عنا الهم والكربات. وكأنك نظرت إلى قلبي يا مولاي، إن القبر الذي بطوس قبر من هو؟ إنه قبري، والآن غادر المدينة، وأينما التقيت أتباعنا بلغهم عنا السلام وذكرهم بمظلوميتنا. رسول الله، من هؤلاء الذين ذكر الله إن تولينا استبدلوا بنا ثم لم يكونوا أمثالنا؟ قال: فضرب رسول الله صلى الله عليه وآله فخذ سلمان وكان بجنب رسول الله صلى الله عليه وآله هذا وأصحابه، والذي نفسي بيده لو كان الإيمان منوطا بالثريا لتناوله رجال من فارس.
But when we have in the next, at the end of this coming sabbatical cycle in the year 2014-2015, in the sabbatical year, that's it, the seventh year of the cycle, yes, we have these four blood moons. It's just phenomenal. Well, what's amazing, but they all fall like a bullseye right on the first of Av, or the 29th of Tammuz. And for the Christians, many aren't aware of the significance of that date because we haven't been watching the biblical calendar. But the 17th of Tammuz is when they worshiped the golden calf. Yes. It's also when Nebuchadnezzar broke through the walls of Jerusalem. Wow. And by the way, it's also the same day the Lebanon War started 2 years ago. Uh-huh. The missiles went through the northern border of Israel the same day Nebuchadnezzar broke through the walls. Yes. الإمام الصادق عليه السلام قال ثم يظهر العلم ببلدة يقال لها قم وتصير معدنا للعلم والفضل حتى لا يبقى في الأرض مستضعف في الدين حتى المخدرات في الحجال وذلك عند قرب ظهور قائمنا فيجعل الله قم وأهلها قائمين مقام الحجة ولولا ذلك لساخت الأرض بأهلها ولم يبق في الأرض حجة فيفيض العلم منها إلى سائر البلاد في المشرق والمغرب وحجة الله على الخلق حتى لا يبقى أحد على الأرض لم يبلغ إليه الدين والعلم ثم يظهر القائم عليه السلام.